شوفيني ياما بنت حلال ترحمني من العزوبية، شوفيني ياما بنت حلال ترحمني من العزوبية. راني صبرت صبري طال، راني صبرت صبري طال، ما ضيعش العمر عليا، ما ضيعش العمر عليا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بدو بتمام. اليوم مشينا لسيدي حسين وين تعرفنا على رفعت وياسمين. ليلى طرابلسي، أنا أم رفعت وعندي رفعت ورانيا، نخدم تاجرة فورنيسور متاع برودوي دومبلاج أنا وميسيو مع بعضنا. ماني عرس نخدم أنا وياه. رفعت ولدي الكبير كبرت بيه ملي جبته عرس صغيرة، هو حليت فيه عناية، ما قلقنيش الحق، ما يفرحني معناتها، ريت فيه الفرحة. كان الباك خذاها من أول مرة، خدمة متعبش، ما تخوى موع قدم دومون قبلوه، عاقل ما قلقنيش، متربي محترم أنيق، حتى مع أصحابه وزملاء ومحبوب، ما عنديش معاه حتى مشكل. حتى كي كان يقرأ كنت كي نمشي البخوف عنده فرحانة، معناتها فرحانة بيه، ما نصورش معناتها بخوف يجي يقول لي رفعت راه عمل لي ورا قدر، ديما يقول لي محليه اكسيلون باهي، يعطيك الصحة، أحسنت في تربيته. اسمي سعاد بن علي، أم ياسمين شبعان، نعمل البانسيو سور سوا، فنانة تشكيلية، عندي وليد وبنية، عدنين خوها الكبير عمره 25 عام، وعندي ياسمين بنوتة صغيرة تحسها مزيت صغيرون لتوا، قرأت في المدرسة في مونفلوري، خذيت الباك بالعلوية. ياسمين ربيتها ملي هي صغيرة كأنها صاحبتي مش بنتي، حتى لين كبرت توا 23 عام قعدنا صحاب لتوا، عاقلة حشيمة ذكية برشا. اي حسيت روحي انا مازلت معناتها 47 عام عمري، وهو مازال معناتها مازلت كي حسيت بتخلي يخدم في ساعة خذ الباك في ساعة مترز وتخلي يخدم تجري ليامات، حسيت روحي انا هو يكبر وانا نكبر معاه. يخدم بطلت كل شيء وما عادش عارف، فرحت وما عادش عارف حد شيء، حسيت ولي سيء مازلت شر ويمشي. علاقة طيبة وناس طيبين والحمد لله يا ربي، اني بنتي جيت في عائلة محترمة كيف العائلة هذي. بنتي تحكي لي كل شيء من قبل ما يجي ويخطبوا، ويحبوا بعضهم برشا، وهو طفل عاقل ومتربي. تخلي عليا بلاصة كبيرة خاطر انا مانيش حسبتها بنتي كهو، هي بنتي وصاحبتي وملي هي صغيرة نحطها قدامي نحكي لها كأنها بنية كبيرة وبعقلها، تخلي بلاصة كبيرة برشا. اتمنى ان شاء الله نقول يا ربي يمشي مع برنامج مريم بمامي، خاطر نعرفها محليها وتقوم بالواجب لكدا. ان شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يهنيك، وانا فرحانه اللي تحت بيك بنت حلال ومتربيه، وعباره معناتها في الحفظ والصون باش يمشي بحذاها، عباره انا متهني عليها. ان شاء الله ربي يوفقه، وان شاء الله ذريه صالحه، راه ولاده ان شاء الله يا ربي. نحب نقولها رد بالك على روحك ونحبك برشا، واللي حكينا فيه الكل ما تنساش، اللي ما تحبوش في امك ما تحبوش في حماتك مثلا، واللي كان يقلق باباتك قبل ما تعملوش مع راجلك المستقبل ان شاء الله. انا حدا كيف كنت نتنرفز عليها تقول لي تنعرس ونخليك وحدك باش نرضى عليها، كنت معامله مازال بكري. دونك دخلت نخدم، خدمت اي خدمه مهما كان بديبلومي ولا من غير ديبلومي، دونك حاجتي جوست بالاكسبيريونس. بعد دخلت نخدم في دو سوسيتي وجاتني الخدمه هذه، دونك عندي توا 4 سنين فيها، معناها كخدمه عجبتني على الاخر، مرتاح فيها، اوكي فما ستريس وفما كذا،
ما مرتاح فيها موفرت لي برشا حاجات. خدمتنا نحنا لازم كل جمعة نعملو رينيون، سواء نحكيو فيها على الزوبجكتيف اللي عنا، سواء على نعطيو دي بروبوزيسيون باش نحاولو نخلطو أكثر اللي كليونات حشنا معنتها ندو حشنا بهم نحبهم ياخدو قروض عنا، نعملو دي بروموسيون. دونك ديما عنا في الجمعة سواء نحكيو على اللي عديناهم الكل الجمعة اللي فات ولا الجمعة اللي قبلها، نشوفو وين وصلنا وش عملنا وين نحب نوصلو. دونك هذاك علاش الريونيون اللي شفتوه انتم ومرحبا بكم بحدنا. الريونيون كان صغير شويه، مي حطينا بلان داكسيون على الشهر الجاي ولا على الجمعه الجايه باش نحاولوا نحققوا الاهداف اللي حشنا بها. ياسمين شبعان، عمري 23 سنه، ليسونسي من ليكول سوبيريور دي سيونس ايكونومي في مونفلوري. مازلت كي دخلت نخدم جديده عرفت رفعت بالصدفه، فيت خرجنا دي كوزان وكل في صيف خرجنا من روندو كاو يخي قعدنا جروب مع بعضنا ودوبي قعدنا نخرجوا هكا جروب وكل. من بعدها هكا كل مره نبداو نحكيو اكثر وكل باش عرفنا بعضنا هكاك. خدينا الاخبار انا ساعه بيرسونيلمون ماني بالميم نحب على الاخر ومعناها كي كلمتني جيت شوكي معناها من الاول كان لي في التروكول خرجت لي اسمها ما صدقتش. مي كي بعث لي ميل عارف اللي حاط معناتها لازم اي واحد كي يعمل حاجه يحط بلان ا وبلان بي سواء يتقبل فيها سواء لا. انا كي حطيت منو كي بعث لي ميل حطيت البلان ا انا نجم نتقبل فيها، كي ما حطيت لي نجم لي دونك نتقبل فيها لازم نعرف ايش باش نعمل وكيفاش نجري السيتواسيون تاعي. بوكو جون انهم يعرسوا جوست يحبوا يعرسوا عندهم اوبجيكتيف في حياتهم يخدم ديريكت ياخذ كهرباء يعرس سيمبل من كا. انا واحد من الناس انا كي خممت جي 26 معناتها مازلت صغير نجم نعمل برشا حاجات لقدام، نجم نحسن من روحي من مستوى عيشتي من كل شيء. ما انا ملي شفت الحاجات اللي شفتهم فيها والحاجات اللي ريتهم ما نلقاش ما خير منها. ولينا احنا ننظموا الخرجات ولينا احنا لي زورغانيزاتور. اول سورتي عملناها صارت فيها دوموند مارياج فوالا اللي قدمنا بها ديجا نهارتها هبط كمان مروحين هبط باش نلم الجروب مروحين معناها من الكوفيس وفيت سورتي وكل هبط ما نلقى حتى حد يا اخي من وينهم الجروب وين مشي العبيد وين مشيت قعدت هكا نفركس عليهم عاد دخلنا نلقى هكا ستي القلب وكل ديجا بعثناهم تصور نلقاها على ركبه ونص وشاد الخاتم ماما والعبيد الكل تصفقوا انا نتاع نصدق تفدليكه ليه. من وقتها بدينا ديجا عامين نعرفوا عام اللي صارت دمود مارياج وبعد عام هنهوني. مادام انتم كلمتوني بقدره ربي البركه هابطه معناها هي دبرت خدمه وانتم كلمتوني ومرحبا بكم بحثنا. قول ماما نحبك برشا وربي فضلك ليا وربي خليك ليا قولوا ربي هنينا وان شاء الله بطول عمر وديما متهنين وفرحانين. وتوا مشينا لريانا في حي النسيم وين باش نتعرفوا على اميره وشهاب. عاقلة متربية قارية متخرجة تخدم كونتابلية عندها 4 سنين مخطوبة تعرفت عليه هي ماشي تعمل في بيبلونات ياخد تعرفوا على بعض. طب الطفلة ما من 2016 ملك عمل فيونساي حب باش يعرس ما تكوى ما نجمش حبش يقد دار خذ قرض من البنك عمل باش يبني قاعد يبني تو ما احتارش كبر هو في العمر تو قال لك انا اصحابي الكل عرسوا الكل وكبر في العمر يحب يعرس حبينا سنين في عام الجاي في 2020 حبينا زعما نكبسوا رواحنا ونعرسوا له باللي خممنا في جوا في اخر جوا جوي وقت نقاول الفرصه. عاقل متربي يخدم أنا والله نتفرج في التلفزة وقت الحق فرحة عجبتني الحكاية ويدي ما تبعث لكم وفرح عاقل ولدي ما يوجعش يسمع كلامي. مرت ولدي كلمتني قطرة البرنامج هذا قبلني والكل فرحنا محلي أنا نتفرج فيه البرنامج هذا ياسر محلي ديما كنت نتفرج فيه نقول مصاب الفرصة هذه لولدي قولها ربي هنيكم وربي يسعدكم والفايدة في لهني والله الحق انا ما تعبونيش برشا برشا خاطر كانت حماتي يرحمها معايا هي اللي ربطهم معايا. اخي كي قالت لي فرحت لها قلت لها ايش بيه طول المروحنا
اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. هي بنايه باهيه وعاقله والاثنين ولادي نعرف ولدي زاد عاقل باهي هنيها. أميرة دوما راني نبكي من الفرحة وربي يهنيك وربي يسلمك. إن شاء الله مبروك عليه وإن شاء الله العروسة مبروك عليه وإن شاء الله فرحة بتماء. أميرة حسن عمري 25 نخدم أسيستانت كونتابل في فما دي يعني دي جون يحبوا يحلوا شركات نحلو لهم أحنا الشركات نتاعهم نعمل لهم كل شيء يعني. شهيب يسكن بحذينا جارنا كهو انا ما نعرفوش كي كنت صغيره معناها ما نعرفوش الجمله كبرت هكا وليت نخرج وكل شيء وشفته مره في الحومه قعد يغزر لي غزرت له وبعد انا نهار مشيت انا ومال بيبلونيت نعمل في ريشيرش بيبلونيت نلقاه غادي خدم لي هو الريشيرش نتاعي معناها شيب غازون نخدم في فلايسات بي تي في نخدم في زابونمون بي تي في مينا تعرفت عليها في الحومه في بها نعرفو صاحبي كنا ديما نقفل الحومه ومره خدمت لها بروجي في البيبلينيت وبعد مشيت للدار وصلت انا وبيسي وتعرفت عليها اه وبعد طول حكايه مع امي وبابا وتخطبنا كاع يهب حنين قلبه ابيض حتى كنت عاركو في الليل ديما ينسى الصباح كل شيء ولد عائله متربي نعرفها ملي هي صغيره معناتها ملي هي في الليسي تقرا ونعرفها معناتها نعرف عائلتهم ونعرفها هي و وحنا هنا وعرفتها وتعرفت عليها وخرجت تاع حنينة وباهية فرحان بالطبيعة اللي فرحوا بينا وقبلوا الانفيتاسيون تاعنا مش عملنا العرس تاعنا حاب نقول له ربي يخليك ليا وربي يداوم عشرتنا وان شاء الله البدو بتميم ونكمل كل شيء بتميم نقول ان شاء الله ربي يداوم العشره بيناتنا وربي يخليها لي وكيل عاده بعد ما تعرفنا على كانديدات نتاعنا باش نهزوكم ديريكتومون لفلور دو ليس